الأمر الثالث هو المحافظة على موجبات الثقة العامة النوعية، لأن الثقة بالحوزة العلمية مستهدفة، فيصير عندنا حذر في هذا الشأن. هنا الحذر يكون بأي شيء، بعض يقول لا احنا لازم نقوم بمهام سلوكيات حتى نرمم العلاقة مع بعض الشرائح الاجتماعية اللي تعثرت أو تصدعت العلاقة بيننا وبينها. اسمحوا لي أن ما شجع على هذا، لأنه الثقة بالحوزة هي مو ثقة إعلان تجاري أو إعلام سياسي، هي ثقة مصداقية. فإذا صارت البرامج مصممة لأجل نيل ثقة الناس وكسب ود الناس، أصلا هذه ما توفرت على الشرط الأساسي عندنا، أنه العمل يكون خالص لله. فأنا أجي أسوي برنامج لأجل ماذا؟ أنا أريد أوزع على الأيتام، ليش؟ حتى أبين للناس أنه أنا أهتم بالشأن الاجتماعي. لا، هذا ما أعتقد أنه راح ينجح أصلا عادة ما راح ينجح، أصلا راح يصير بخلل. هو اللي يوزع على الأيتام بالسر، واللي ما يميز بين الأيتام وما يركز على الإعلام، هذا راح يكون أقرب إلى الله وأقرب إلى المؤمنين بحسب ثقافتهم العامة. ثقافة المؤمنين العامة أن أداء المستحبات يصير في ضمن خلوص النية. بعد أنت ما يتوقع منك مثل ما يتوقع من السياسي أو التجاري، ذاك هو بأي طريقة من الطرق يسوي إعلان. المحافظة على الثقة هو بترك كل الأمور، هذا هو الميزان اللي يبدو لي والله العالم، ترك كل الأمور التي يمكن أن تفهم بشكل خاطئ أو تحمل بتحميلات غير واقعية. فهو عمل تركي أكثر ما هو عمل فعلي. نترك، نتجنب، نعف، نبتعد إلى آخره. هذه الأمور، هذا ربما هو يساعد بدرجة كبيرة. هذا من جانب، ثم من جانب آخر نبين ما عند أخواننا، ما عند أساتذتنا، ما عند أساتذة أساتذتنا، ما عند مراجعنا من مصداقين، نعلنها للناس، نبينها. هذا بعد مو حديث عن الذات، هذا حديث عن الآخرين، لأن الآخر مظلوم وقد تجب نصرة المظلوم. واليوم هنالك مظلمة عامة توجه إلى الحوزة العلمية، فمرة أنت تتموضع أن تريد دافع عن نفسك، لا، هذا أول الكلام أنه راح ينجح الدفاع بهذه الطريقة. إلا بعض الأحيان الإنسان إذا اتهم يصحر بعذره لا بأس، يظلم من مظلمته لا بأس، هذا ما أمنع من عنده، ولكن هو يصير همه هذا عن نفسه، هذا مو صحيح، وإنما يدفع ما تتهم به الحوزة العلمية من بعض الاتهامات الباطل بكل مراتبها. المنبر الحسيني مثلا قبل أيام أنا أسمع بعض الناس هاجم بعض خطباء المنبر الحسيني أنه مال وكذا. تدرون بعد شنو هو أول شيء يقال في هذا الشأن؟ هذا الجهل. صدفة أنا كنت مطلع على مجلس حسيني في بغداد، مجلس كبير ضخم، ويرصدون تمويل كبير من خلال تبرعات المؤمنين وتبرعات أهل المجلس. صدفة، صدفة بالمعنى الأخص للصدفة، يعني جدا كان الكلام استطرادي وكنا مدعوين وعلى هامش كلام، أصلا ما بي قصد، أنا أجزم أنه ما بي قصد. يعني واحد سأل قال شنو جد الطاكم كذا في جلسة ودية أخوية خاصة، معقولة مثلا قريته فلان مكان الله اللي يعلم، مثلا من باب الملاطفة الخاصة اللي تصير بين أخص الأخوان في هذا الشأن، عادة الأخوان هم يعني يأنفون أن يتكلموا بالمال. لسه صدفة صار حديث ملاطفة من قبل البعض، هذا أجاب قال أنا صار سنتين ثلاثة أنا أقرأ عندهم على خلاف عادتهم ما يطوني. أنا تأملت أكو شيء غريب بالمطلب، قلت له مو معقولة، هم ذول مو طبيعتهم نعرفهم، هناك مشكلة. شنو المشكلة؟ قلت له أنا أحتمل يوجد خلل بالوسيط، وهذا أنت راح تحفظهم، مو تدافع عن نفسك وأنه أنت ما أعطوك لو أعطوك. قال أنا ما مستعد، أنا ما رايح أقرأ لهم لأجل ما، وحتى لو طلبوا مني بعد مرة ومرة ومرة أقرأ لهم ولا أسأل عن المال. قلت له كلف واحد نبه انصحهم، لأن هؤلاء ربما مغدورون مظلومون يبعثون المال بيد وسيط ما يوصل لك. فهو بعد هذا نزولا عنده إصراري، مو بس تنبيهي، إصراري، ملتفت الكلمة، أصررت عليه
وقلت له هذا بيحفظ حفظ الموكب حسين لأنه قد يصير. فهو كلف أحدا نبههم فهم راجعوا أنفسهم، وإذا مجموعة من الخطباء ومن المنشدين الرواديد لأكثر من سنتين يقرؤون عندهم ولا يصل إليهم ولم يتكلم أحد ببنت شفا، معناه جد المنبر عفيف حتى عن حق الطبيعي. هو مو حرام هذا حق الطبيعي، هذا منبرنا مال اليوم، منبرنا مال اليوم لو كان يقبل هو صاحب الشأن، بس أدري هو ينزعج يعني إذا أريد أذكر أسماء وكذا، ربما بعدين أقول لكم من هو الاسم. معناه عندنا الرادود الفلاني هذا اللي هو الآن مستمر، هو قاعد يقوم بمهام ملا فلان الفلاني، هذا هو عنده هذه العفة العالية، فلان الخطيب كذلك، فلان الخطيب الآخر كذلك، فلان كذلك، كذلك مجموعة هؤلاء أصلا لم يسألوا ولم يتحدثوا ولم يبينوا ولم يعتبوا ولم يتوقفوا عن الحضور مرة أخرى ولم ولم ولم. زين هذا شنو معناه؟ معناه إيش قد المنبر اليوم، هذا منبر الحسين إيش قد بي درجة عالية من الإيثار والزهد والنزاهة والمصداقية، هذا موجود لو ما موجود؟ إذا موجود ليش منقوله؟ ليش منبينه؟ مثل ما البعض يستشكل على بعض الأخطاء التي تحصل بشكل فردي هنا أو هناك ويستغلها ويشوه بها الصورة، هو أنا واجبي وأنت واجبك بشكل أو بآخر وبطريقة ضمن اللياقات. مهمات إحنا نجي نسوي إعلانات كما قلنا يعني قدامنا كاميرا وكذا، لهذا قلت ما أحكي يعني ضمن اللياقات، صحيح لو لا؟ ضمن الأصول المتعارفة في بياناتنا في هذه الأمور الاجتماعية، ضمن الأصول الموجودة.